ويرى الكثير من المتتبعين أو كثيرا ما تتابع السلطات القضائية منتخبين محليين بتهم مختلفة متعلقة بمشاكل سوء التسيير وتبديد الأموال العمومية وكذا الأخطاء المهنية. فتقلد منصب رئاسة البلدية وفق القانون الحالي حول المير حول المير عفوا إلى ما يشبه الإداري بقبعة سياسية. وليد مهاجري زار بعض رؤساء البلديات وفصل في هذا الموضوع. للجزائر حكاية خاصة مع المنتخبين المحليين على مستوى 1541 بلدية. أميار ومنتخب وجدوا أنفسهم خلف القضبان، عهدة توشك على الانتهاء، وتعداد المتابعين قضائيا حطم كل الأرقام القياسية. تهم تتعلق باستغلال النفوذ، سوء التسيير، إبرام صفقات مشبوهة، والمحاباة في توزيع الإعانات الاجتماعية، وحتى قفة رمضان. الأميار الذين تقلصت صلاحيتهم هم عبارة عن إداريين بغطاء سياسي. الخبرة المكتسبة خلال هذه المدة، هناك صعوبات في تسيير البلدية. المحطة الأولى هو التزامه بالقانون التسيير. المحطة الثانية كل البلديات ورثوا هناك مشاكل جمة عن العهدات السابقة وكذلك العشرية السوداء. المحطة الثالثة هي نقص الوعي الوعي القانوني لدى المواطن في التحاور مع المسؤولين. منصب رئيس البلدية فيه الكثير من الخصوصيات، وعلى رأسها أنه هو منصب اللي فيه يعني مهمتين، المهمة الأولى اللي هي تمثيل الدولة، والمهمة الثانية هي تمثيل الشعب، وما بين المهمتين ماهوش تماما سهل أنك توفق ما بين المسؤوليتين. المتابعات القضائية أصبحت كابوسا للمنتخبين المحليين، وسطوة الإدارة جعلتهم يخسرون ثقة المواطن، والأدهى أن رؤساء بلديات يجمدون كل الصفقات خوفا من أي متابعة قضائية. رئيس البلدية هو إنسان وجاي يدير تسيير، والتسيير تاعو إداري. احنا دائما نطالبوا أنه التسيير الإداري قابلوا خطأ إداري، قابلوا متابعة إدارية، ما تقابلوش متابعة جنائية. احنا مثلا في قانون الصفقات العموميه الخطا يعني متابعه جنائيه، يا اما جنحه يا اما. نظن بلي هذا يعني شيء اكثر من الشيء اللي نستحقه احنا. ما اسمعه وما اقراه في وسائل الاعلام تصنف الى صنفين. هناك صنف يتحمل مسؤولياته المسؤول. المشكل الثاني هو مشكل القوانين. اذا المسؤول يبادر ويريد ان يعمل على إخراج هذه المشاريع وتنمية البلاد، إلا أنه يصطدم بترسانة من القوانين. مراجعة قانون البلدية بما يضمن توسيع صلاحية الأميار يستدعي إجراءات رقابية صارمة تتماشى وسياسة تسمح بإعطاء رئيس البلدية جرأة في اتخاذ القرار.